مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. دائما يعني نعشق الى شيء اسمه حوار الحضارات، ولكن يبدا دائما حوار الحضارات بتعلم اللغات الجديده، وهذا قد يكون المفتاح المهم لمعرفه ما يدور في ثقافه الاخرين او ما يدور في عقل الاخرين. واليوم سنستضيف لكم للمرة الثالثة شخصية تتكلم اللغة العربية، من أصل كوري يعيش في كندا، واسمه حتى غريب. أنتم زي ما شايفين، فلافل كيمتشي. إيش جاء على بالك أستاذ محمد أول ما سمعت الاسم؟ أنا شممت الروائح، روائح الفلافل. كلاهما أكل. يبدو إنه هو يعلم قيمة الفلافل عند المجتمع العربي، ولذلك مجرد ما يعني قرأت الاسم أحسست إنه في شيء نفتقده ونحتاج أن يعني نحتاجه كثيرا. نرحب بفلافل كيمتشي. أهلا وسهلا فيك يا فلافل. أهلا وسهلا بكم. هل تحب أن ندعوك فلافل كيمشي أم مختصر فلافل؟ مختصر فلافل لسهولة النطق. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخونا حبيبنا فلافل. نحن اليوم أمام المجتمع العربي في كندا، نحاور فلافل بلغتنا العربية. يعني نحاول أن نقول للجميع أن الثقافة هي حق عالمي وهي ثروة عالمية، من حق الجميع أن يكتسبها أينما كان، وكل من يهتم بأي ثقافة موجودة في العالم يستطيع أن يحصل عليها، ومن حقه أن يحصل عليها، ويجب أن تكون متاحة له للحصول عليها. فنقول أهلا وسهلا بك يا فلافل أمام جمهورك العربي عبر قناة كنار تي في. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. أهلا فلافل، ما الذي جعلك يعني تفكر بهذه اللغة؟ وقبل أن تشرح لنا ذلك، نريد أن تعرفنا أكثر باسمك، اسمك الأصلي الأول والسابق نقول، ولماذا غيرت هذا الاسم أو استخدمت كلمة فلافل أو اسم فلافل في كاسم لك؟ اسم أصلي بروس، بروسلي. بروسلي. أيوة. السبب الرئيسي اخترت فلافل كيمشي، الفلافل المعروف عند العرب ويمثل العرب، والكيمشي الوجبة مشهورة بالكوريا، ملفوف يعني مخلل ملفوف، وهما تبع يعني شخصيتي، أو كيف أقول، أنا متأثر جدا بثقافة العربي، والأصل أنا كوري. نعم. فهذا لذا اخترت فلافل وكيمتشي، فلافل كيمتشي. جميل. يعني اخترت أشهر مأكولات العرب وأشهر مأكولات كوريا ودمجتهم مع بعض حتى تبرز اهتمامك. نعم، هكذا. جميل. مضبوط. جيد، رمزية جيدة. صوتك جمال صوتك. نرحب بك على كنار تي في، منصة العرب والمتحدثين باللغة العربية. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أردت تعلم اللغة العربية؟ من أين بدأت الحكاية؟ لما دخلت الإسلام أردت أن أدرس اللغة العربية لفهم النص ولفهم القرآن والكتب الإسلامي، وتعمق في الدين، وهذا هو السبب الرئيسي بدأت دراسة اللغة العربية.
وهل يعني طبيعي أغلب الذين يدخلون الإسلام يحبون تعلم اللغة العربية حتى يتقنوا لغة القرآن، هل استطاعت اللغة العربية، هل تعلمك اللغة العربية كان لدرجة أن فهمتها جيدا وتواصلت من خلالها بالآخرين بشكل جيد؟ كيف تعلمتها؟ ما هي البداية؟ أين تعلمتها؟ وما هو المستوى الذي وصلت إليه في تعلم اللغة العربية؟ يعني بدأت دراسة اللغة العربية بالتجويد بالقرآن، وبعدين بعد ذلك سافرت إلى المغرب والموريتانيا ودرست اللغة العربية هناك. ممكن قضيت هناك بسنتين ونصف ثم رجعت. المستوى الذي أو التي الذي وصلت ليس كما أحب أن وصلت يعني، بس الحمد لله أنا أفهم ال I'd say مستوى متوسط، بس لم أصل إلى الدرجة مثلا النقاش بالعربية أو بالدرجة كيف أقول بالجامعة نكتب الأسي أو تكتب مقال مقال أيوة مقال والنصوص هكذا. أنت تتكلم اللغة العربية بشكل ممتاز. الحمد لله. وأيضا منذ زمان لم أمارس لغة العربية الفصحى، تعودت على الكلام الشارع أو كلام العامية خاصة الفلسطينية الأردنية بسبب العرب لا يتحدثون بالفصحى. نعم يعني صحيح بشكل سنأتي على هذا السؤال، لكن سؤالي لك، أنت أعلنت إسلامك منذ عدة سنوات صحيح؟ نعم. وقلت لي أنك تستطيع أو تحاول تجويد القرآن. نعم. فهل تريد أن تسمعنا مقطع صغير من القرآن بصوتك؟ أوكي. هل ممكن؟ ممكن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. يعني شوف أخونا فلاحل، أنا والحمد لله درست التجويد لفترة طويلة، وأصعب شيء في التجويد يصله من يتعلم هي مخارج الحروف. أيوة. فأنت تتقن مخارج الحروف بشكل جيد. الحمد لله. وهذه المخارج هي أهم ما يجب أن يلتزم به الإنسان حين يقرأ الفاتحة. فأنت ما دام تعلمت الفاتحة بمخارجها فكأنك تعلمت القرآن وجاهز للصلاة. طيب لما ذهبت إلى المغرب تعلمت اللهجة المغربية أم اكتفيت باللهجة الفلسطينية؟ تعلمت اللهجة يعني دارجة ليس كثيرا يعني دارجة. أعطينا شيء قليل مما تعلمت. يعني كدير لباس عليك صفا يعني لباس كل شيء لباس كل لباس مثل كلمة حلو
عنده أهل الشام. حلو، شيء حلو. حلو حلو. آه لبس. نعم. مزيان صحيح. أو شيء لباس. نعم نعم نعم. بس حتى بالنسبة للعرب الدارجة هي أصعب أو من الأصعب لهجات العربي. أي هي هي صعبة قليلاً. نعم. لأنه تدخل فيها اللغة الفرنسية في بعض الأحيان. بعض الأحيان وأيضاً كلام الأميزيغي. مزبوط، صدقت صدقت. طيب فلافل، يعني ما شاء الله الجميع هنا مندهش من صوتك في تلاوة القرآن، أكيد حنسمع آية ثانية لكن لاحقاً إن شاء الله، لأنه الكل عم بطلب ذلك حسب طلب الجمهور. سؤالي لك، هل وجدت صعوبة، يعني مدام بدأنا نتكلم عن اللهجات، هل وجدت صعوبة في تعلم اللغة العربية بما أنه إحنا نتعلم الفصحى ثم انتقلت إلى اللهجات من الفلسطينية والأردنية إلى المغربية؟ نعم سبحان الله. يعني أولاً لما بدأت دراسة اللغة العربية ظننت أن كل العرب يتكلمون بالفصحى، وسبحان الله كل الدولة العربية لديها لهجة خاصة. نعم. ف يعني ليس لا أريد أن أقول ندمت، بس كانت صعبة. نعم كانت صعبة كثيرا، لأنه عندما أتكلم أو أتحدث مع العرب هم يجاوبني بلهجتهم. نعم نعم. ولا أفهم، وقلت لنفسي كيف أنا درست العربية ولا أفهم، لا أفهم العرب. بس الحمد لله مع الزمن مع الممارسة لاحظت بعض الكلمات هم يستخدمون، مثلا بدي. نعم. يعني أريد. نعم. هدول، هذه، هؤلاء. دائما نعم، فلازم أن أفرق بين الأفعال الأفعال. يعني. صحيح. أي الدول التي قضيت فيها وقتا جيدا من الدول العربية؟ أعتقد أو بالنسبة للهجات أعتقد أفهم أكثر لهجة أنا أفهم هي لهجة الفلسطينية أردنية. أنا أقصد أين قضيت وقتا أطول في الدول في البلدان العربية؟ موريتانيا. في موريتانيا. كم جلست؟ كيف كم جلست في موريتانيا؟ سنتين ونصف تقريبا. سنتين ونصف. نعم. إذا كنت في موريتانيا فمن أين حصلت على اللهجة الفلسطينية والأردنية؟ سفر. السفر. هل زرت الأردن؟ تعلمت شيء غريب، يعني تعلمت أكثر لهجة فلسطينية وأردنية في كندا. في كندا. لأنك في ميسيساغا. من هنا إذا نحيي كل أصدقائنا العرب في ميسيساغا، لأنهم نشروا الثقافة العربية واللغة العربية في ميسيساغا كندا. والله غريب. من هذا المنبر أريد أن أدعو جميع أصدقائنا لمساعدة أخونا فلافل كيمتشي بالدخول على موقعه على الإنستغرام ومساندته وعمل فولو له، وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك. أنا أعرف أنه أكثر شيء هو على التيك توك وأنا فولوورز له، وأشكره على كل الأشياء التي يضعها لأنها كلها بقالب مضحك. أنا سمعت لك عدة لقطات، لكن أريد أن أسمع منك كيف العرب يخلطوك بالصينيين. دائما يقول لك أنت صيني، أنت عملت عليها تيك توك، أريد أن أسمعها. يعني حسب الدولة العربية، مثلا إذا كنت في خليج ممكن أكون فلبيني عند العرب. أيوة. نعم. حسب الدولة. ففي موريتانيا خلاص أنا صيني على طول. إذا لا نقاش. إذا حاولت
أن أفسر لهم لا 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 أنا كوري. يعني خلاص يعني هذا كيف أقول يفتح الأمور يكبر الأمور. قل أنت صيني؟ لا أنت صيني. قل لا أنا كوري. كوري كوري جنوبية نفس الشيء يعني هذا ما في فرق يعني. خلاص يعني استسلمت نعم أنا صيني على طول أحسن ما بدي نقاش وأريد أن أمشي على طول يعني صيني 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 خلاص صيني صيني طب معلش لك تيك توك تاني عم تحكي كيف العرب ودعوا بعض على التلفون لما يحكوا لبعض باي باي يعني مثلا أوه يعني الباي باي دائما يكون طويل طويل ممكن 5 إلى 10 دقائق كثير الوقت مع سلامة إلى اللقاء في أمان الله بهاي فصحى بس يعني بدك شيء دائما في الأخير بدك شيء بدك شيء أيوة يعني اللقاء يقول نعم عشري بدي شيء يعني بدي يعني أغراض من ال السوق وكذا خلاص لازم نجيبه ليش يعني ليش بخلي في اخير الكلام يعني بس الحمد لله يعني هذا من كرام جزء من مع السلامه جزء من مع السلامه هذه اللقاء السلامة. اللقاء يكون 5 دقائق والوداع يكون 15 دقيقه طيب في موريتانيا ماذا تعلمت النحو تعلمت قليلا من الصرف واللغة تعلمت التجويد تعلمت ركزت على اللغة هناك درست مخارج الحروف نعم هل تستخدم اللغة العربية في ميسيساغا أو في العمل أو فقط يعني كل الفرصة أنا أتكلم بالعربية أحاول أن أتكلم باللغة العربية كل ما أجد فرصة أتكلم باللغة العربية لأنني لا إذا لا أمارس لغة العربية سوف أنساها نعم طيب ماذا بالنسبة للثقافة فلافل أنت يعني مررت بالعديد من الدول العربية فماذا اكتسبت من الثقافة العربية؟ ما هي الصفات التي وجدتها في كل دولة من ممارسات، من أخلاق، من طباع أشخاص وجدت أنها جيدة يعني تتحدث عنها أمام أصدقائك، أمام أهلك؟ ما هي هذه الثقافة التي وجدتها وتحب أن تتحدث عنها؟ سبحان الله أنا من رؤيي أنه كل العرب تقريبا عندهم كرامة الضيف عندهم كرامة الضيوف وبالنسبة إلي هذا يعني أحب هذا جدا يعني نعم يعني شيء أعتقد لا يوجد في بالنسبة الكنديين يعني إكرام الضيف أكثر إكرام الضيف نعم. وما هو الشيء الذي وجدته وتتمنى أنه لم يكن موجودا في طباع العرب قلها بصراحة يعني شيء أنا لا أحب أو لا أحب. نعم لم تحبه في طبع العرب آسيويين صينيين يلي صيني ودائما يقول تتعرف يعني عشان عندك عيون صغيرة خلاص يعني هل كانوا يتحدثون ذلك يعني بشيء من الإهانة أم المزاح أم الحب يعني وجدت فيه شيء يضايقك نعم مثلا إذا أقول يعني هم يفكرون أنا أكل الحشرات أو الكلاب أو القطط وهكذا هذه حيوانات بس هذا من الجهل
يعني هم لا يعرفون الحق سو فعادي يعني لازم ان اخبرهم هذا ليس يعني صحيح. هل لك اصدقاء عرب فلافل؟ نعم عندي كثير الاصدقاء العرب. هل تقبل فينا اصدقاء لك؟ نعم طبعا. اهلا وسهلا بك. سؤالي كم دولة زرت في الوطن العربي؟ قلت لنا موريتانيا المغرب فقط. فقط فقط دولتين. ما شاء الله ما شاء الله. هل هناك لهجة في موريتانيا تعلمتها؟ نعم اسمها حسانية. حسانية كيف؟ اعطينا نعم. اعطينا مثال عليها. اشتار ياك الباس ياك الخير ياك معافي اشتار قاع شو مارك حاسب شيء شو مارك يوجعك شيء شو ماسين تبدو انك مش ليس العربية. ما شاء الله ما شاء الله. في كم سؤال من الجمهور. في كان سؤال من عمر، هل أنت مسلم؟ نعم هو مسلم وهو تعلم اللغة العربية لأنه دخل الإسلام وأراد أن يتعلم القرآن. في كان سؤال هل اسمه الحقيقي فلافل؟ لا هذا اسمه بروسلي، ولكن هو سمى حاله فلافل كيمتشي اللي اسم الحركة زي ما نقول الاسم العربي له. نعم كان سؤال ثالث جميل جدا ومضحك وأحببت هذا اللقاء. بعض الأصدقاء يقولوا لك لو يدعوك للحضور إلى أوتاوا وتنسى ميسيساغا. في أوتاوا؟ في تعال إلى أوتاوا. نعم ممكن يعني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله يعني. إن شاء الله. فلافل أين أنت والشعر؟ الشعر العربي والله لم أصل إلى تلك الدرجة. لا أتذكر بعد قرأت شعر؟ قرأت شوي. نعم قرأت قليلا من الشعر يعني من عاشر المعلقات خصوصا عنتر بن شداد. لا أتذكر أبيات ولكن قرأت شوي من الشعر. نعم تعجبني. طيب أنا أريد أن أقول لك بيت شعر وأرى إذا كنت تفهم. لعنترة بسم الله يقول لعبلة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ممكن فهمت 20-40% بس. أعيد المعنى. هل فهمت المعنى؟ المعنى نعم هو يتكلم عبله حبيبته. نعم عيد البيت. أعيد ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. والله جميل. سأعطيك بيتا آخر إذا أردت. فسر هذا يعني هو يذكر عبلة و something عن رمحي. يتذكر نعم يتذكر وشو بيت ال something هند بيض الهند. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. بيض الهند اللي هي السيوف بيض الهند ايوه السيوف تقطر من دمي. يعني هو كان في المعركة يحارب الأعداء وهو في تلك اللحظة تذكر عبلة والدم يقطر منه على سيفه وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف. يعني أراد أن يقبل السيف في ذلك الموقف في تلك اللحظة في هذا في هذه الصعوبة أراد أن يقبل السيف لأنه ذكره بثغر عبلة الباسم
حين لمع. سبحان الله. شوف فلافل، هو اختار لك بيتا من الشعر صعب حتى على العرب. هو أراد أن يختبرك بقوة اللغة العربية. أنا أقول لك أبدعت. والدكتور رائد من قناة دبي يسلم عليك ويقول لك أنك خفيف الظل وخفيف الدم، وأهلا وسهلا بك. صديقنا أيمن يقول لك فلافل تعال على أوتوا ولك أحلى سندويش فلافل مع بقلاوة. الله الله. إن شاء الله. تفضل استاذ محمد. انا ارى ان هناك تنافس بين ميسيساغا واوتاوا سيكون على وجود فلافل في اي منطقه. فلافل هذا هو الكرم. انت مطلوب في في اوتاوا. اهلا وسهلا بك. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا كما قلت في صفحتي في الانستغرام، انا ابحث عن احلى شاورما. ستجدها في أوتوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله ستجد أوتوا capital of the shawarma in the world، يعني هي عاصمة الشاورما. أوكي خلاص يعني. ما بدأنا نتكلم عن الكلا عن الطعام، واسمك فلافل وكيمتشي. أيوة. قل لي، هل هناك تقارب بين الطعام الكوري والطعام العربي أم هو بعيد كل البعد؟ لا، في تقارب. يعني في هما يأكلون كثير الخضر، خاصة أهل الشام يأكلون كثير الخضر بس مخلل. نعم. وأيضا في كوري، بالنسبة للكوريين يأكلون كثير الخضروات بس مخللة. نعم. الفرق استعمال الإبهارات. أوكي. نعم. تختلف. وقد يكون شوي. نعم، قد يكون ال الجيمتشي أو هذه النوع من الخضروات هي يعني حار جدا. أو طبعاً. نعم. طيب ما بالك في في الأطعمة العربية، هل تستطيع أن تقول لنا أذكى طبخة عربية تحبها، أذكى مأكولات عربية تحبها؟ المسخن، المنسف، المندي، الكبسة، المقلوبة. أنا أحب ورق ورع عنب. وأنا أحبه أيضا. هذا عظيم. أو بالعراقي تقول دومة. صحيح صحيح. هل تذهب إلى مطاعم عربية في ميسيساغا؟ كثيرا. ما شاء الله. نعم. تذهب وحدك أم مع أصدقاء؟ مع أصدقاء. مع أصدقاء. والأصدقاء غالبا يكونون عربا أم يكونون كوريين أم من غير جنسيات؟ لا، غالبا يحبون الأكل الشاورما. نعم. لك أصدقاء كوريين في كندا؟ لا. لا. لا، في الحقيقة لا. نعم. سبحان الله. لا لا، يعني ليس بمتفاهمين مع بعض. غريب. غريب والله، غريب. أنا عندي سؤال. تفضل أستاذ محمد. يعني انتقلت نقلة كاملة للمجتمع العربي في هذا الوقت. يعني بهذه الحالة يجب على المجتمع العربي أن يعدك واحدا منهم. لو في جنسية، لو هناك جنسية عربية كان سيمنحك إياها، لكن يكفيك الجنسية الكندية وجنسيتك الأصلية. مبارك عليك. هي كتبت، هل كتبت شيء يعني في بداية تعلمك للغة العربية حاولت أن تكتب خواطر؟ تعلم ماذا أقصد بالخواطر؟ يعني الخاطرة، الأفكار. بالعربية؟ بالعربية. أعتقد نعم، بس لا أتذكر. نعم. يعني من السابق بس نعم. وقفت الدراسة وإن شاء الله
هذا كانت يعني حلمي أن أصل إلى تلك الدرجة. يعني أكتب النصوص وأدرس الشعر وال نعم هذا رائع يعني أكثر درجة أنا حبيت. في صديق يقول لك هل تحب المنسف؟ هل تعرف ما هو المنسف؟ أي منسف؟ المنسف أكلت مرة واحدة. أيوة له قصة. نعم. قصة. ورجل الذي طبخ منسف هو كان أردني. نعم. ولا عجبني منسف. لم يعجب. لم يعجبني. وممكن سبب لازم الأم أو المرأة واحد يعني خبير في الطبخ. نعم. ما عجبني المنسف. فممكن يكون أحلى إذا أكلت منسف من يعني أحد من أصدقائي يعني أمهاتهم. يوجد لدينا صديقة اسمها نادية تقدم برنامج اسمه أحلى مطبخ مع نادية على كنار تي في. صدقني إن أكلت المنسف من طبخ نادية سيعجبك. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا حضرته إلى أوتوا ستجربه. أوكي. نعم طبعاً سأجربه مرة ثانية. نعم. ماذا عن التاريخ؟ قرأت شيء من التاريخ العربي أو عن التاريخ العربي فلافل؟ قليل يعني نعم قرأت ولكن منذ زمان لما أقرأ الكتب أو تاريخ عن كتب يعني بشكل عام يعني ما هو أكثر كتاب كنت أقرأ فيه غير القرآن الكريم؟ قد تكون حديث. نعم اعتقد ذلك. في سؤال لنا من عمر يتكلم يسألك عن رمضان، كيف تشعر في رمضان؟ هل تصوم رمضان؟ هل تشعر في صعوبة في الصيام؟ الحمد لله يعني رمضان سهل جدا يعني بالنسبة لي. إذا كان أشتغل في يعني شغل يعني شاق أو متين مثل البناية نوع من هكذا يعني قد يكون أصعب. صحيح. نعم. بالنسبة للصيام الحمد لله يعني ليس صعب كثير. الحمد لله. هل لك أهل في كوريا أم كل أهلك موجودين معك في كندا؟ أكثر أهل هم في كوريا من عائلة الأبي بعضهم. نعم. يسكن في تورونتو. كم سنة لك في كندا؟ أنا مولود هنا في كندا. أوكي. هل تتكلم الكورية؟ قليلاً يعني. قليل. يعني أنت تتكلم الإنجليزية والعربية؟ إنجليزية أكثر شيء، إنجليزية ثم عربية ثم كوريا. نعم. هل تعرف أحدا من الكوريين يتكلم اللغة العربية أيضا غيرك؟ إلا like Wan Ho Shang أو نعم. Wan Ho Shang I think واحد آخر شخصيا لا. نعم. نعم. عرفت طيب. واحد سؤال في سيول أو في كوريا مدينة. هل في ميسيساغا تتجمع مع أصدقاء غير عرب يتعلمون اللغة العربية؟ هل لك نعم تجمع؟ نعم مثلي يعني واحد هو نصف كندي ونصف تايلاندي. نعم. وكان يدرس اللغة العربية. نعم. والحين هو يدرس إنجليزية في السعودية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جيد. فلافل هل ترى أن تعلم اللغة يساعد على التقارب بين الشعوب أم هي لمجرد فقط تعلم القرآن الكريم
هل تستطيع من خلال تعلمك للغة العربية أن تقول أنها ربما لو الناس تعلمت لغة بعضها البعض تتقارب ويحل بينها كثير من السلام والوئام بين بعضهم البعض؟ نعم طبعا. أنا أقول دائما اللغة متعلقة بالثقافة وإذا واحد يعرف اللغة أو اللغة العربية يفهمون العرب أو الناس، ولذا يعني أنا معك في هذا. نعم. ماذا كانت نظرتك للعالم العربي قبل دراسة اللغة العربية أو حتى البدء في اللغة العربية؟ ماذا كنت تفكر عن العالم العربي؟ خاصة أنت تعرف يا فلافل الإعلام يحاول إظهار صورة سيئة. لن نتكلم عن هذه الصورة، أريد أن أسمع منك ماذا كنت تشعر؟ يعني ما كنت أفكر كثيرا عن الصورة العرب، لأنه ما عرفت، ما زرت الدول العربية، ما يعني عشت هناك، فما كنت عندي رؤية، ما حبيت أن أفكر بدون تجارب. بدون تجارب، لكن يوجد لديك الكثير من العرب في ميسيساغا، فهل كنت يعني كنت عندي نظرية أنهم يعني أوكي هما لطفاء، عندهم يعني كرامة الضيوف، وفكرت أنهم يعني الشعوب العادية يعني مثل كوريين أو مثل المهاجرين الآخرين، يعني ما فكرت أنه العرب في شيء يعني متباعد جدا عن الناس الآخرين. طيب لن أحرجك، ماذا كنت تتوقع أو كيف كنت تسمع اللغة العربية قبل دراستها؟ هل تسمعها زي كما يظهر؟ لا شوي يعني هل هي مزعجة أم هي؟ يعني أول مرة سمعت اللغة العربية ظننت أنه كان بعض المرات تكون قاسية وبعض المرات تكون كيف أقول يعني جميلة على الصوت. نعم. أريد أن أسألك فلافل، هل سمعت اللغة العربية قبل أن تدخل الإسلام؟ نعم. وحين سمعتها قبل أن تدخل الإسلام كيف كانت نظرتك لهذه اللغة؟ هل أحببت أن تتعلمها أم مررت عنها مرور الكرام؟ يعني من فضولي نعم أردت أن أتعلم، ما يعني هي لغة غريبة عندي. كيف ما هي الحادثة التي سمعت فيها اللغة العربية لأول مرة قبل أن تفكر بالإسلام، قبل أن تفكر بدخول الإسلام؟ كانت الأول الكلمات أو أول شيء سمعت عن اللغة العربية أظن كانت مسبات. أوكي. يعني أقول الحقيقة يعني. نعم نريد الحقيقة أكيد. من أقنعك بدراسة اللغة العربية؟ أظن والله I don't know I think أنا أنت نفسك بعد ال أوكي قلت كثير الأصدقاء هم العرب، فأردت أن أتكلم معهم بالعربية وما يعني كيف أقول، شعرت أنه يعني ناقص في العلم أو في فهم النص أو في فهم الدين إذا لم أدرسها. أنا أتكلم بعض اللغات الكورية للعلم. أوه كوري. أنيو خاتي أو. أنيو هازي أو. ماكي بالي دينو. هل تعرف
هل تعرف ما هو الباكيبالي؟ لا. اوكي، هل تعرف الصرصار؟ اي صرصار، اي بعرف الصرصار. بالكورية هو باكيبالي. اه يعني وجبة تاكل الصرصار. لا 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 لا، هو الصرصار الذي يمشي على الارض يسمى باكيبالي. بدون يا كانت قصة طويلة. اسمه بالكورية. كورية بالكورية اسمه. بالكورية. أنا لست جيدا في اللغة الكورية للأسف. قل لنا قصة إسلامك، الجميع يسأل عن هذه القصة. عائلتي مسيحية ودرست في مدرسة مسيحي. نعم. يعني مسيحية. فلما قابلت مع العرب سألتهم ما دينك، ما دينكم، وتعجبت أنه في دين آخر يؤمن بالله ويعني يؤمن بعيسى عليه السلام، و لم أسمع إسلام قط. كنت عايش في مدينة يعني صغيرة. كم كان عمرك؟ كم كان عمرك وقتها؟ طلاب. طويل يعني. كم؟ أول مرة سمعت الإسلام أظن عمري كانت 12. نعم. 12 أو 13 عام. نعم. ثم بدأت تبحث. إيه، وبعد ذلك يعني من فضولي، ولا كنت أدرس ما هو الإسلام، أو وتأثرت مع أصحابي أو أخوهم كان يدعوني للإسلام. مع مرور يعني مرور الزمن يعني لاحظت انه الاسلام اظنه اصح من ديني. فعرفت سوف ادخل الاسلام، بس لا اعرف ما هو الوقت الذي يناسبني الدخول للاسلام او تطبيق الاسلام. طيب، هل ما زلت على صداقة مع هذول الأصدقاء لأنك انتقلت من تلك المدينة؟ هل ما زلتم أصدقاء؟ لا لا لا، أعرف ما هو يعني أمور عن ماذا حصل معهم. ما حصل معهم. واحد أظن هو رجع لبلده، رجع للسودان. أوكي. واحد ثاني أظنه هو يشتغل في بي سي. طب أريد أن أسألك بعض الأسئلة باللغة العربية. ما دام نطقت بالسودان، هل تعرف معنى زول؟ نعم، زول يعني رجل. أيوة ممتاز. وتعرف شو معنى ريال؟ ريال. ريال. يس. نعم. أم صح؟ مش ريال يا ريال. 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 أوه رجل يعني بس بالنسبة للخليج. تعرف شو معنى زلمة؟ زلمة يعني رجل بالأهل الشام. صدقت. شفت. راجل. يعني. راجل. يعني أخذ جائزة اللهجات العربية. هل توقع هل كان عندك توجه لدراسة اللهجة المصرية بما أنها هي تعتبر أسهل لهجة عربية؟ والله بالنسبة إلي أظن اللهجة المصرية هو أصعب من أصعب. والله أعتقد أنه كلام سريع. أوكي. أظن ذلك. إذا كان بطيء شوي أو يتكلمون. طيب كيف أنت والفنون العربية؟ فنون العربي؟ يعني هل سمعت شيء من الغناء، من الموسيقى، من العربية؟ أجد صعوبة لفهم
يتفهم الغناء العربي. بس نعم سمعت أم كلثوم أو فيروز أو يعني ما دام سمعت أم كلثوم إذا يعني أنت اطلعت على اللهجة المصرية. نعم. أم يعني سمعتها باللغة الفصيحة؟ لأن أم كلثوم لها أغاني باللغة الفصيحة. صح صح صح. ليس بمعنى أنا لا أفهم المصرية إطلاقا. نعم. فأظن بس يعني تعودت على اللهجة اللهجة المصرية. اللهجة. هل تستطيع أن تغني لنا شيئاً؟ لا لا nothing. طيب ما هي الأغنية التي 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 لفتت نظرك في أو تحبها التي ترددها كثيراً لو أردت أن تغني أما ترددها كثيراً؟ والله أنا تخطر على بالك الآن. مش مو... لا تغنيها لا تغنيها لكن تخطر على بالك الآن. لا تغني إن شاء الله ما هي في المستقبل يعني. بس أكثر الغناء العربي أنا أسمع يعني في حفلة الزواج وكلنا نرقد مع بعض أو نب يعني دبكة ندبك دبكة. دبكة نعم. هل دبكت الدبكة مع العرب؟ إيه. وهل وكيف 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 ترى نفسك في الدبكة؟ جيد جيد جدا جيد. ممتاز. أي جيد. ألم تطير في في السماء وأنت تدبك؟ لا لا هكذا لا 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 لم يرفعوا لم أصل لهذه الدرجة. بس الحمد لله الحركات العادية والسهلة الحمد لله أستطيع الحمد لله ممكن. سؤال لك من الدكتور رائد. دكتور رائد مقدم برنامج رياضي كبير على في دبي ويسألك سؤال بالرياضة. هل تحب الرياضة العربية؟ ومن تشجع من المنتخبات العربية؟ الرياضة أظن أشهر واحد محمد صالح. محمد صلاح. نعم. محمد صلاح. نعم. هذا أشهر نعم. واحد. هل تشجع فريق معين عربي بالكرة؟ يعني بالنسبة لكرة القدم. كرة القدم نعم. لا يعني أنا لا أشاهد كرة القدم. نعم بالنسبة للكوريين أنا عارف إنه يعني كرة القدم الكوريين يحبون كرة القدم والحمد لله يعني هما يعني جيد جدا بكرة القدم. بس أنا لا عجبني كرة القدم يعني. أصدقائك الكنديين نعم دائما يلعبون كرة القدم. سامع دكتور رائد ينادوني وخلاص يعني تيجي أوكي عمل جولي. ايوه فلافل اصدقائك الكنديين يعرفون انك تتقن اللغه العربيه وانك تعلمت اللغه العربيه؟ نعم. وهل يسالوك لماذا تعلمت اللغه العربيه؟ يحاولون ان يفهموا منك ما الذي دعاك لتعلم اللغه ولماذا تصادق اصدقائك كثر من العرب؟ هل يتساءلون هذه الأسئلة؟ هل يسألونك هذه الأسئلة؟ أكيد أكيد أكيد. حتى بعض الأصدقاء كنت يعني أساعدهم بدراسة اللغة العربية. نعم. عن طريق النحو أو. هل وجدت أن هناك عدد جيد يهتم بتعلم اللغة العربية؟ عندما أزور بيتهم وأمهم أو أبوهم يعني أنا عندما أتكلم مع أبو صديقي أو أم صديقي دائما يقول أنت فاشل شوف هذا كوري يحكي عربي ليش ما يحكي عربي هيك زي هيك. فالحمد لله أنا أشجعهم بالدراسة اللغة العربية بهذه الطريقة. عفوا. طيب أنا كنت أريد أسألك سؤال لكني نسيته صراحة. طيب أنا أسأله عنك. حسب ما فهمت أنه أنت يعني تعمل أشياء في تيك توك. نعم. ما هو أكثر عمل عملته على التيك توك وضرب يعني كان له جمهور كبير؟ أظن في كانت المسلسلات
مسلسلات تبع رمضان، كان في رمضان، و يعني الموضوع كانت امرأة في شغل تسأل عني عن 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 أو بد يعني تسأل هل تريد شيء من الأكل؟ نعم. قلت لا أنا صائم، وهي قالت أنا سمعت عن كثير شو اسمه الصيام intermittent fasting. يس، صيام متقطع بالعربي. نعم. مقطع، أيوة صيام متقطع. وقلت لا لا أنا مسلم أنا في رمضان. وهي لا تفهم شو رمضان لا. And then غيرت النطق رمضان، يعني هما الله رمضان يا فهمت عليك وهكذا. طيب أنا بدي أسألك، هل تستخدم اللغة العربية في عملك؟ هل ساعدتك في إيجاد عمل أم ما زلت؟ نعم الحمد لله، حاليا أنا أشتغل كثير مع العرب. نعم. وبالنسبة يعني التقرب الحمد لله يساعدني كثيرا. وماذا تعمل الآن؟ الآن أنا عمل أونلاين ماركتينج. من البيت؟ نعم من البيت. والحمد لله تعلمت يعني كيف يعني استخدام التيك توك والإنستغرام، وكثير من الشركات تحتاج. يعني أنت ليس غريبا عنك أجواء الكورونا والحجر، لأنك تعمل من المنزل منذ زمن. لا 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 ليس كذلك، بس يعني الحمد لله يعني لازم كيف أقول تمشي ليس يعني ليس غريب عندي. لا نعم. طيب احنا اريد منك ان اسمع رسالة للعرب في الوطن العربي ورسالة للعرب خارج الوطن العربي. الرسالة ماذا تريد ان تقول لهم وللعرب وللعرب الذين يعني رايتهم في كندا؟ للعرب في كندا لا ايضا لا تخافوا مني، ليس لدي كورونا. كلنا لسنا واحد او قوم واحد. يعني لا أعرف ماذا أقول لهم، يعني ما قلته كفاية يا فلافل. نعم. أشكرك فلافل، شكرا جزيلا. خلاص. طبعا فلافل باسم كنار تي في نشكرك كل الشكر على تلبية اللقاء، وأشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا ومتابعين للحلقة. أدعوكم لفولو فلافل كيمتشي على الإنستغرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، عنده محتوى جميل جدا ويستحق المتابعة. أنا دائما بتابعه خاصة على التيك توك لأنه بيطلع شغلات فاني، وإحنا في هذا الوقت نحتاج إلى دعابة تغير من الجو الصعب اللي عايشين فيه. أشكرك فلافل على ما تقوم به. جزاك الله خير. أنت مبدع، تتكلم اللغة بطلاقة. جزاك الله خيرا ونشكرك كثير، وإن شاء الله نراكم في حلقة المساء الساعة 7 مساء، التاسعة مساء اليوم هيكون عندنا حلقة عن السياسة الكندية، طبيعة السياسة الكندية في أولى حلقات اللي راح نبدأ فيها عن الأحزاب السياسية، هتكون مداخلة أو مدخل لموضوع الأحزاب السياسية. تابعونا، هتكون حلقة ممتازة. والساعة 10:30 راح تكون عندنا حلقة سبيشال مع تيلي ميديكال كومبانيز، بتعمل طبابة أو طب أونلاين، شركة عربية. تابعونا إن شاء الله ونراكم في الحلقات القادمة. والسلام عليكم. نراكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.